المغاربة على موعد مع صلاة الجمعة في 16 أكتوبر الجاري. اختفاء أطفال وفتيات يثير الهلع بين أسفي وجمعة حيم. 160 سائحا فرنسيا يكسرون الركود السياحي لمدينة مراكش. نوادي الانترنت بأسفي، فضاءات تحن إلى زمن ما قبل الهواتف الذكية. أمن الصويرة يفكك شبكة للهجرة غير الشرعية. نشرة الأخبار من صافيجود، أهلا بكم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء عن رفعها من عدد المساجد المفتوحة إلى 10,000 مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيها بالإضافة إلى الصلوات الخمس ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، وذلك وفق تدابير احترازية ووقائية من أجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. وكانت الوزارة الوصية قد أعلنت في 15 يوليوز عن فتح أبواب المساجد لجميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، وذلك بعد الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية في البلاد. كاميرا سفيجود انتقلت إلى مسجد السنة بأسفي واستقت آراء المواطنين في هذا الموضوع. يوم مبارك، هو يوم أول يوم طلعت فيه الشمس وأول يوم ولد فيه آدم. الجمعة مبارك، الجمعة هي صلاة عند الله لها وزنها ولا قدرها. يقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يجب أن يسعوا في ذكر الله. وهذه العطلة التي تعطلت الجمعة فإن مسؤولية تقع على معطلها، لأنه تعطيل الجمعة شيء كان يجب أن ينظم. والآن الحمد لله، الحمد لله احنا فرحين ببداية الصلاة، الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله. احنا جد مسرورين بالعودة ديال جميع المصلين ان شاء الله لجميع المساجد في جميع ربوع المملكة المغربية. نتمنوا من الله تعالى يرفع علينا هذا الوباء هذا ونعودوا سالمين غانمين ان شاء الله من هذا الوباء، وينصر الله جلالة الملك وجميع الصلات اللي تتسهر واللي تتعافر على باش يرجع هاد المصلين للمساجد. ونتمنوا من الله التيسير، وشكرا لكم والسلام عليكم. في الوقت الذي لا زالت فيه قضية اختفاء الطفلة فاطمة الزهراء تشغل بال الرأي العام في مدينة أسفي، بعد أن توارت عن الأنظار في ظروف غامضة ولم تنجح عملية البحث المكثفة التي قامت بها عائلتها والأمن في الوصول إلى أي خبر أو معلومة حول اختفائها. سجلت زوال يوم أمس حالة اختفاء فتاة جديدة بمنطقة جمعة حيم، والبالغة من العمر حوالي 18 سنة، كانت تدرس بالثانوية التأهيلية ابن سينا بنفس الجامعة. فمنذ خروجها من المدرسة على الساعة 12 لم تلتحق ببيت عائلتها أو بالمدرسة. خطفت لي البارح مع الوحدة، خرجت من المدرسة عندها 18 عام، ما كتمشي حتى بلاصة، نيشان الدار دار المدرسة اللي عرفها، ولا أنت بنيتي لو وقع لك شي حاجة غير أجي نشوفك، ما تخافيش الله يسهل عليكم اللي عرفها يعلم بها. توالي ظاهرة اختفاء الأطفال جعلت المواطنين يرجحون أن يكون الأمر مرتبط بعمليات اختطاف. لنتابع هذه التصريحات. بغينا نعرفوا الأسباب باش ندير هذه الخطوف ديال البنيات والدراري الصغار، لأن الدراري بزاف غادي يخطفوا هنايا في النواحي أسفي. هذا الشيء اللي شغل نقول لك، أنا مواطن دابا إنسان عنده شي ولد راه تيديه المدرسة بوحدو، ولا ما عندوش ترونسبور ولا تيديه بوحدو، ما يقدرش يخليه يخرج بوحدو. ولا ما تخافش على ولدك، كاين اللي تيغتصبو كاين اللي تيديه يسرقو ما يبقاش يبان، كله ما فهمناش هذا الشيء كيفاش وقع. بزاف عندنا كنتخلعوا على الدراري وعلى لا خرجوا تنقولوا ما غايجيوش، ولا حنا عندنا تنخافوا والله الا عندنا ملعتنا دوك. انا عندهم شي غير الطبيب ما بقاش نقدر نمشي بوحدي، عاد نخرج ما بقاش عاد يخرجوني يديوني ويجيبوني. وهذا الشيء الصغير عندنا تنخافوا عليه بزاف، الدراري الصغار وهذا. الوالدين خصهم يردوا البال لولادهم، خصهم يردوا البال يديوهم ويجيبوهم ويراقبوا ولادهم، هذا الشيء ولا خطر. بنادم كلشي يرد البال، كلشي يرد البال، بنادم اش غايدير، يردوا البال الله يحفظهم. شفت بنادم يرد البال، ومالي الولاد يردوا البال ولادهم، وهذا الشيء راه تمرد مع كلشي عاد، كلشي عاد حاضي، كلشي رد البال.
حل أول فوج يضم سياح فرنسيين نهاية الأسبوع الفارط بمطار مراكش المنار الدولي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المملكة في سبيل إنعاش تدريجي للسياحة الوطنية، لا سيما بعد أشهر طويلة من إغلاق الحدود الوطنية بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا. وكان في استقبال هذا الوفد عدد كبير من المسؤولين عن القطاع السياحي بالمدينة الحمراء وممثلي السلطات المحلية. ويكتسي وصول هذه المجموعة التي تتألف من 160 سائحا فرنسيا إلى التراب الوطني على متن رحلة الخطوط الملكية المغربية، ويحمل أملا كبيرا بالنسبة لمجموع المهنيين بالقطاع وكذا السلطات المختصة التي تطمح إلى الدفع بهذه الواجهة المرموقة على الصعيد الدولي. شكلت نوادي الانترنت في وقت سابق مورد رزق وفير وفرصة سانحة قصد الهروب من جحيم البطالة بالنسبة لشريحة عريضة من الشباب، وطريقة سهلة لاغتناء آخرين، خاصة أن هذه الفضاءات لا تتطلب استثمارات مالية مهمة بل بضعة حواسب ومحلا فارغا وكراسي وربط بشبكة انترنت. إلا أن واقعها اليوم ليس على ما يرام بعد إغلاق عدد كبير منها. كاميرا أسفيجود زارت هذا الصباح عددا من نوادي الانترنت علها تضفر بزبون داخلها بعد أن هجرها روادها في أواخر التسعينيات وخاصة منذ سنة 2007. إلا أن تحقيق الهدف المرغوب غاب عن فضاءات النت التي كانت تستقبل أشخاصا من مختلف الأعمار ذكورا وإناث. التقينا بعدد من أرباب هذه النوادي التي أصبحت تعد على رؤوس الأصابع بأسف وتقاوم من أجل البقاء، بل أن أصحابها ينتظرون بفارغ الصبر من يؤنس وحدتهم. لنستمع لهذه التصريحات التي استقاها أمين جلواني وعماد شابيني. يعني في غضون سنة 2009 يعني صافي توقف ديال التهافت ديال الزبناء على المحلات ديال الانترنت، والسبب راجع الى يعني التطور ديال التكنولوجي الذي عرفهم يبانها يعني 2009 حتى هذا الوقت ديالنا الحالي. يعني تطور تكنولوجي يعني من على حساب الهواتف النقاله اللي ولات في السوق دابا، وسميتو هذا التطور هذا هو اللي خلى ان الناس ما بقاش كتجي للمقاهي ديال الانترنت. والان حنا دابا كنبدلنا داك الامور ديال الانترنت، يعني ما بقيناش كنديروا داك بقيناش يعني غاديين بداك الطريقه ديال التعامل مع سميتو، يعني ولينا كنديروا خدمات على في الانترنت، ولينا كنديروا خدمات يعني بحال مثلا المهم شي ديال السيفيات وشي ديال السيفيات وشي ديال الالتزامات ديال العقود والالتزامات بحوث ديال الانترنت. اللي كنشوف بالنسبه لي انا اللي كنشوف الخدمه قلالت وما بقاتش الخدمه، ما بقاش بنادم عنده مورد رزق كبير كيف ما كان بنادم. كان شويه الحركه مزيانه، كان بنادم كيتمعش خدام هذا كيصور ديك 50 درهم في النهار 100 درهم في النهار، دابا لا، دابا هادشي كله ما بقاش، ولا بنادم الدخل ديالو قليل ومع هاد المرض حتى هويا بنادم، ولا اغلبيه بنادم جالس باش غيبقى يجي باش غيبقى يتكونيكطا باش. وحتى هاد المساله ديال الويفي، حتى الويفي كسرت شويه السيبيرات وهذا ما بقاش، ولا الويفي كتخلصوا ولا الكونيكسيون صافي. أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الصويرة شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والتجار بالبشر. وحجزت مصالح الأمن خلال عملية التفتيش المنجزة بمنزل الشخص المعني زورقا مطاطيا ومحركا بحريا
وبوصلة وأربع مضخات وكمية من البنزين، وأوقفت أحد المرشحين للهجرة السرية بالمسكن نفسه. وجاءت هذه العملية الأمنية التي تمت لحظة استعداد الموقوف لتنفيذ عملية للهجرة غير النظامية عبر المسالك البحرية على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة خلال الأسبوع الماضي بخصوص توقيف 23 مرشحا للهجرة السرية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء. للمزيد من الأخبار زورونا على الموقع الإلكتروني safigood.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.